الآخرة. إذن مشاهدينا هذه الفقرة الآن نقدم فيها حديثا شيقا عن محمد مفتاح الفيتوري. معروف أن محمد مفتاح الفيتوري هو من رواد الشعر الحديث، وأيضا يلقب بشاعر أفريقيا والعروبة لما عرف به من قصائد متنوعة ومختلفة درست عبر عدد كبير من الجامعات العربية وأيضا السودانية. إذن في جلستنا لليوم يسرنا جدا أن تكون ضيفة معنا عبر هذه الفقرة، ونحن نتحدث عن شاعرنا الكبير دكتورة مريم أحمد أبشر، الأستاذة بالجامعات السودانية في الأدب والنقد. مرحبا بك دكتورة مريم. مرحبا بك. أنا سعيدة جدا بالإطلالة عبر قناتكم قناة الشروق. مساء سعيد عليكم وعلى كل الحضور إن شاء الله. حياك دكتورة مريم. يعني تابعنا من خلال هذه الفقرة أغنية آسيا وأفريقيا وقصيدة آسيا وإفريقيا للشاعر محمد مفتاح الفيتوري. الشاعر محمد مفتاح الفيتوري معروف يعني أن له الدرر والقصائد الكبيرة التي ترجمت ونقلت إلى العالمية. في هذا الجانب أترك لك الفرصة لتتحدث. الشاعر محمد مفتاح الفيتوري هو أحد رواد الشعر العربي الحديث، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ولكن حظيت بعناية فائقة لدى الألمان، فقد كان الألمان يعتقدون حتى مقتبل الستينات أن الشعر العربي بصفة عامة لا يرغى إلى مستوى أن يدرس في الجامعات، وكان لابد أن نصحح هذا المفهوم. وقد كان هذا التحدي على يد الدكتور بجدي يوسف، فقد ترجم العديد من أعمال الفيتوري إلى اللغة الألمانية، وأثبت لهم أن هذا الاعتقاد يقوم على أساس خاطئ، فقد ترجم قصيدة الطوفان الأسود والبنفسجيات الثلاث والنافذة. ترجم مجدي يوسف هذه القصائد إلى اللغة الألمانية، وقد كان المستشرق الألماني هانس فير، وهو أستاذ بقسم الدراسات الشرقية في جامعة يون، عنده اهتمام باللغة بدراسة اللغات الشرقية، فقد ترجم أيضا قصائد الفيتوري إلى الألمانية. الدكتور مجدي يوسف تبنى هذه القضية وراجع ترجمات هانس فير، كانت ترجمات الألماني هانس فير جافة، فراجع الترجمة وصاغ صياغة عربية لينة. وأيضا المستشرقة الألمانية ماري ميشيل ترجمت قصائد الفيتوري وكانت معجبة جدا بقصائده، فقد كانت قصائد الفيتوري هي السياج الذي عبرت بالقصيد أيوة من خلاله القصائد العربية إلى اللغة الألمانية، وصححنا هذا المفهوم. واللغات الجامعات الألمانية احتفت بشعر الفيتوري، وكبرى الصحف العربية مثل جريدة الأهرام كانت حاضرة واحتفت بهذا الحدث الثقافي الضخم، فكتبوا جاءت في جريدة الأهرام ألمانيا تقرأ للفيتوري والفيتوري الطوفان الأسود. نعم. في الصحف الألمانية. دكتورة مريم، في قصيدتي في حضرة من أهوى درويش متجول، في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت براياتي وطبول الآفاق، عشقي يفنى عشقي وفناء استغراق، مملوكك لكني سلطان العشاق. يعني في هذا أو في هذه الأبيات نتحدث تحديدا عن النزعة الصوفية، هي أكيد موجودة في عدد من القصائد للشاعر محمد مفتاح الفيتوري، لكن دعينا نلقي الضوء على النزعة الصوفية في شعره. النزعة الصوفية هو تيار كبير من تيارات الشعر العربي، ولكل شاعر من الشعراء طبعا تصوفه الخاص، فمثلا تصوف البياتي ناجم من إحساسه بالحزن وأن الكفاح لم يأتي بثمرة مرجوة، وتصوف أدنيس يرجع إلى الانفتاح نحو العالم والاتحاد ورجوعه إلى التراث الديني، وتصوف الفيتوري ناجم من إحساسه بالإخفاق العاطفي والغربة والضياع، والفيتوري
أصلا ناشئ نشأة دينية، تصوفه ليس فلسفيا أو طاريا أو جديدا أو مفتعلا. الفيتوري نشأ نشأة دينية، فوالده كان الشيخ أحد شيوخ الطريقة الأسمرية القادرية، والتصوف هو استبطان داخل النفس البشري. طيب، من سمات النزعة الصوفية عند الفيتوري ملمح، نجد ملمح القلق والقربة واضحا في شعر الفيتوري. ملمحي القلق والغربة واضحا في شعر الفيتوري نجده في لبنان، نجده يبحث عن محبوبته وهي لا تكاد ترد عليه، ويرى أن البيوت كلها في لبنان تتحول إلى مطارد، ومداخل البيوت تتحول إلى خراب، وعليها غربان وبوم بلوة تنظره ولا تكاد ترمغه. ومن سمات النزعة الصوفية، وهنا نجد ملمحي الغربة والغلق والحزن بصفة عامة شائع في شعر الفيتوري. في هذه الأبيات نجد الفيتوري متأثر إلى حد كبير بالشاعر الإنجليزي إليوت، وشاعر الإنجليزي إليوت يتأثر به والكثير من الشعراء العرب، وبدأ ذلك ظاهرا في تيار الثأر والغربة والعبث، فجاءت قصائدهم تحمل معاناة الشخص أو الإنسان المغترب الذي يعاني من رتابة الغربة وتكرارها وويلاتها، وهو فرد في مواجهة مجتمع آخر وغريب. نعم. ونجد أو من سمة النزعة الصوفية عند الفيتوري الكآبة، فمثلا يقول: وتجيئني حاملة إكليلها شوكي، تاج من شوك، وحاملة شمعتها الضريرة، شمعة ضريرة عمياء. ومن الحزن والقلق والكآبة انتقل إلى التأمل. من سمات النزعة الصوفية عند الفيتوري التأمل، والتأمل هو استبطان داخل النفس البشرية أو النفاذ إلى أعماق النفس البشرية، وهو استبطان واعي. فكتب: دنيا لا يملكها من يملكها، أغنى أهليها سادتها الفقراء، والخاسر منها من لم تطيه على استحياء، والخاسر من ظن الأشياء هي الأشياء. في هذه الأبيات الفيتوري يرى أن الفقراء هم بناة هذه الحياة وسادتها، لأنه يكون شيئا يحجب عنهم عرض الحياة. دكتورة، يمكن يعني انتبهنا من خلال متابعاتنا وقراءاتنا للفيتوري يعني ما يكتب عن أفريقيا، هو لقب بشاعر إفريقيا الأول. نعم، يعني حقيقي. دواوينه تحمل اسم إفريقيا، حدثينا عن إفريقيا في شعر الفيتوري. نعم، هنتكلم عن إفريقيا في شعر الفيتوري، لكن بس عايزة أكمل سمات النزعة الصوفية عند الفيتوري. من سمات النزعة الصوفية عند الفيتوري كتب عن الحب الإلهي. الحب الإلهي هو لب وجوهر التصوف عندهم، فكتب عن عشقي يفني عشقي وفنائي استغراق. الأبيات كتب عن الحلول والاتحاد، ظاهرة الحلول أو ظاهرة الاتحاد هو أن يتحد مع معشوقه، ولكن الفيتوري لم يغرق أو لم يغلو في هذه الظاهرة. فمثلا: هل أنت أنا، صوتك أم صوتي، يدك الممدودة أم يدي الممدودة. وكتب الفيتوري نقد المجتمع من خلال تصوفه. الفيتوري كان ملتزم حتى في تصوفه. فتاج الصوفية الغاشم تفاحة، تتأرجه أعلى سارية الساحة، تاج الصوفي يضيء على سجادة قش، صدقني يا ياقوت العرش، أن الموتى ليسوا هم هاتيك الموتى، والراحة ليست هاتيك الراحة. عن أي بحار العالم تسألني يا محبوبي، عن حوت قدماه من صخر، عيناه من مرجان، عن ميت يحمل جثته ويهرول حيث يموت، يا محبوبي لا تكفيني يكفيك، ويكفيني الحزن الأكبر ليس يقال. وجه نقد للمجتمع حيث يقول: الغاضي يغزل شاربه لمغنية الحانة، وحكيم الغرية مشنوق، والقردة تلهو في السوق. هنا يرى أن القاضي يراود مغنية الحانة عن نفسها. هنا ينتقد المجتمع من خلال مفارقة تصويرية، يرجح كفة المتصوفة
الذين هم يعرفوا بالتواضع ففي تواضعهم، فكون الأدنى تكون الأعلى. نعم. إذن دعينا نعود لأفريقيا في الشعر. إفريقيا طبعا الفيتوري هو شاعر إفريقيا الأول، وكتب الفيتوري دواوينه كلها جاءت تلهج باسم إفريقيا. نعم. إذكريني يا إفريقيا، عاشق من إفريقيا، وكلها جاءت أيوة أحزان إفريقيا كلها، حتى سولار أحزان إفريقيا كلها جاءت تحمل تلهج باسم إفريقيا. نعم. تبنى الفيتوري قضية إفريقيا وقضية الزنوية. الفيتوري نشأ في القاهرة في بيئة في مدينة الإسكندرية، في بيئة يسكنها الغالبية العظمى من البيض، فكان بحس بشنو بتناقض، فتبنى قضية الزنوية أو الزنوجة. والزنوجة هي فكرة أصلا نشأت في الغرب بين فتية من ذو الأصل الزنجي من جزر الكاريبي وإفريقيا، أصولهم كانت إفريقية، ووجدوا نفسهم في البيئة الفرنسية في بيئة غريبة عن بيئتهم، فأسسوا حركة ومذهب، وكان الفيتوري متبنيا هذه القضية، فكتب عن إفريقيا متغنيا بها وناهض المستعمر الغاشم، وكتب مدح شهداء إفريقيا وحكامها. وطبعا برضو نعم. طيب دكتورة مريم، يعني معروف أن المرأة دائما تكون حاضرة في شعر الشعراء، دعينا نلقي الضوء على المرأة في شعر الفيتوري تحديدا. المرأة في شعر الفيتوري، المرأة في الشعر العربي عموما بتحتل مساحة كبيرة من الشعر. نعم. فهي نصف الرجل الذي تكمله طبعا. نعم. جاءت المرأة في شعر الفيتوري محبوبة ومناضلة. نعم. وجاءت رمزا تعبر عن أشياء بصورة رمزية. فالمرأة المناضلة في شعر الفيتوري كتب عن جميلة، جميلة تلك التي ناهضت المستعمر وكانت نعم رمزا للكفاح، للكفاح ولهبا كانوا يستنيروا به، وشعلة توقد لهب الثورة الجزائرية. وكانت جميلة روح تسري في روح في جسد كل سائر أو في وجدان كل ثائر من الثوار. والفيتوري أيضا كتب عن الواقع العربي المعيش، وكان ثائرا ضد الحكام المتعجرفين، الحكام العرب المتعجرفين، له موقف من الحكام العرب المتعجرفين الذين كانوا بعد هزيمة حزيران الذي زلزل ويدان الأمة العربية، فكتب يزجرهم الفيتوري. وأيضا كتب مادحا للزعماء العرب، فمدح بن بيلا زعيم الثورة الجزائرية ورفاقه الذين كانوا لهب للثورة الجزائرية التي راح ضحيتها ما يقارب 1,000,000 شهيد، بنوا بعظامهم هرم للمجد في الجزائر. وكتب أيضا مهنئا لعبد الناصر زعيم الثورة في مصر. وكتب الفيتوري عن النكسة المصرية، وكتب أيضا عندما قام الشعب المصري ثائرا جاهد معهم بالكلمة، كان واقفا معهم وغنى للأبطال. وكتب أيضا رسالة إلى الخرطوم بعد الانقلاب 58، كتب رسالة إلى الخرطوم، في قصيدة رسالة إلى الخرطوم كان يردد كلمة يا بلادي يا بلادي كثيرا، فكلمة فيا النداء هنا توحي ببعد المسافة، ويا المتكلم توحي بقرب المسافة، وبين اليائين تحتدم المأساة وتستعير. فالفيتوري كتب أيضا عن الأخوة الإنسانية بصفة عامة، يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الغرب في كل وطن، يا أخا أعرفه هل تعرفني، يا أخا أعرفه رغم المحن. هنا يذكرني بأبيات إيليا أبو ماضي التي يقول فيها يا أخي أنا لولا أنت ما وقعت لحنا، كنت في سري لما كنت وحدي أتغنى، هذه أضاء روحي فلتكن روحك أذنى، يا أخي
أنت إن راعيت فجري صار أسنى، وإذا طفت بكرمي زدته خصبا وأمنا. فكل منهم ينادي للأمة الإنسانية الجمعاء بصورة أعم وأشمل. نعم دكتورة مريم، عفوا الحديث عن الفيتوري يعني حديث يطول وحديث ذو شجون. أنت كما تحدثنا عنك أيضا شاعرة وتكتبين الشعر وناقدة أدبية، حدثينا عن دكتورة مريم. دكتورة مريم شاعرة، بديت الشعر أنا متأخر شوي يمكن في الجامعة في أيامي الأخيرة، لكني كنت محبة للشعر، فأتيحت لي الفرصة أن أطلع على الشعر العربي منذ الشعر الجاهلي والإسلامي والحديث، وصولا إلى الشعر في إلى الشعر العربي الحديث أو شعر التفعيلة. فكتبت أنا أول قصيدة كتبتها في مدح أستاذي في الجامعة عند التخرج، فكتبتها في مدح دكتوري دكتور محمد داود الله يطراه بالعافية، أنت يا داود مهابة وضحك في عز الكآبة، أنت يا داود معظم بجلالك زي سحابة، أنت يا داود بتهتف جهزوا المطلوب ذهابة، وديل غرب وديل زاب وديل واقعين في الكتابة، أنت يا داود مجلد صعوبه بالصلابة، أنت يا داود مشدد إحنا يا داود غلابة، إلا يا داود بقول لك شد يا داود وأحزم البلد بعد خرابة، وإنت يا داود مثيلك ما في من زمن الصحابة. ما شاء الله. يعني الآن هل تعدين أي ديوان للطبع ولا؟ نعم أنا ديواني الأول صدر تحت اسم الأمل المأفون، الأمل المأفون، وهذه من أقرب القصائد إلى قلبي، فأسميت الديوان به وبقول فيها: أهلي جيراني يغيثوني إني أغرق في عتمتي ذاك المحزوني، ماذا يجري ماذا أوصلني للبحر أنا لا أدري، أتفاجأ بي إني في عمق الأحزان، أتنفس حزنا إخواني، أتمذغ إربا جيراني، لا أعرف كيف أنا أسبح كيف الإبحار أيا تبع، غيثوني غيثوني أنتم غيث الملهوف أيا تبع، فأنا أغرق وإلى أعمق أمل مأفون يبدو لي في عتمة ليل محزوني، أستمسك فيه بكل قواي لكن البحر هنا أعتد، أمل فتاك يغزفني وإلى المجهول يحركني، وهناك رياح تدفع بي موج أعتى يتجاذبني ويلاطمني، وأحاول أن أصمد شيئا لكن أقوى أقوى مني، فأنا أهوى وهنا الإعصار يخاطبني سحقا سحقا، وأنا أهوى وهنا أهتف ربي ربي هل من نجوى، وهنا أرمق خيط يسطع لحن أبيض هل من مخرج أن المخرج. شكرا لك دكتورة مريم، ونتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نسمع بك قريب، نشرت عدد من الدواوين الكبيرة بإذن الله. تسلمي كثير دكتورة مريم أحمد أبشر، أستاذة بالجامعات السودانية في الأدب والنقد، شكرا كثيرا لك، كنت ضيفة عزيزة علينا اليوم عبر ظلال الأصيل. حبارك. شكرا شكرا يا أستاذة سلمى، الله يبارك. إذن مشاهدينا فاصل ونواصل معكم ظلال الأصيل.